المباراة، وبالتالي مهم جدا لأبها أن يحقق الانتصار من خلال هذه المباراة إذا أراد الاستمرار في التواجد في صدارة ترتيب الدوري. خسارة اليوم أمام فيحة في حال الدقائق الأولى، وتمريرة قصيرة محاولة لمصلحة الفيحة أمام مرمى أبها، انتصارين فقط اللي حققوها راجعا في ترتيب الدوري، يريد أن يعود إلى حتى يضمن صدارته واستمراره في الصدارة في صدارة أبها في الجولات الماضية، وبالتالي هو يستحق الصدارة حتى الآن. هنا الركنية الرأسية بعيدة بدون أي تركيز، الأولى من الدوري السعودي الرديف ال بسبع فرق، ستكون المستويات والنتائج متقاربة، لكن أعتقد بأن النسخة القادمة ستشارك جميع الفرص التي ضاعت هي تسديدة علي النمر اللي كانت في القائم في دوري روشن أو في الدوري. يلعب الكرة بالطريقة المناسبة والصحيحة في اللقطة الماضية، كانت تحتاج إلى تركيز. ركلة جزاء عن طريق اللاعب سعد، مقطوعة الكرة من جديد في منتصف الملعب. خلال الفترة القادمة، خلال الأيام القادمة، التغيير الثاني في المباراة لصالح أبها.